المواجهه. هنا الهدف الاول بطريقه جميله اللاعب الاسموتيس اللي كيستلم الكره بالرجل اليسرى كينزل الكره ديالو وبمباغته كيصوب تصويبه قويه ومباشره في شباك الحارس عزيز الكناني. طريقه اللي يمكن نقول بانها جميله وجميله جدا، ركن الكره وفي نفس الوقت التصويبه اللي جات بالرجل اليسرى مباشره في شباك عزيز الكناني. اذا هدف واحد مقابل شيء. نتحدث عن فريق اللي هو بطل الدوري الوطني المغربي، ونتحدث ايضا على فريق الذي يصبو للمنافسه بشكل جيد على لقب الدوري الوطني المغربي هذا الموسم. فممكن نقولوا بانه هنا اللقطه ديال القبعه، والقبعه في الاحتفاليه، فالحكم المباراه اعتبر على انه بطاقه صفراء للاعب طبعا لسموتيس، ولسموتيس اللي ربما لم يتقبل القرار على اعتبار انه ما خلعش القميص ديالو انما فقط استعمل القبعه، وعلى اين هذه فيها جدل، ولكن هذه احداث الطريقه ديال التمرير فكانت جميله داخل منطقه العمليات الراسيه للابعاد، ما كانش بالسرعه المناسبه، وهدف برجل اليمنى ممتازه، تصويبه ممتازه داخل منطقه العمليات، وهدف ثاني. اذا هدف ثاني بكر الليلالي سيغادر ارضيه الملعب ويدخل مكان عمر رجلي، وهدف ثاني للوداد يشعل الفتيل ويجعل مباراه اليوم مباراه باحتفاليه خاصه. توجه نحو المدرجات.